بسم الله توكلنا على الله. احنا اخوت متاجهين داخل الجزيرة، معنا الحافظين مزيان، نتوكل على مولانا. احنا اخوت راه نفون في هذه البلاصة، هذه نحاول نستعملوا هذه العصا هذه على حساب الفندق. احنا اخوت احنا وصلنا الجزيرة بعد معاناة. احنا اخوت راه غنى، شوفوا ديال شحال ديال الفندق، كاين ماشي مشكل، كل شيء من اجلكم، من اجل المتعة ان شاء الله. على مولانا الرايس، شدوا واحد البياسة هنا، الله تعالى هي الجزيرة. هاهي كيفاش دايرة خوت، هاهي مازال ماشي يسرح، هاهي كنخلينا البلاصة. لا خوت، حنا وصلنا للجزيرة، حنا وسطها دابا. شوفوا سبحان الله شنو اكتشفنا هنايا. شوف أول شي حاجة اكتشفوها في هذه الجزيرة هذه، دغيميسة، قنفذ البحر، دغيميسة وقنفذ البحر، اللهم بارك، كبير هنايا، الله يسخر فيه، غادي نجمعو منو شي حاجة بإذن الله تعالى. حنا جبنا له السطل، السطل والعينات ديالنا، وغادي نحاولو إن شاء الله نوريكم الطريقة ديال بحال اش كناكلوه. المهم غادي ناكلوه هنايا في البحر بإذن الله. شوف تبارك الله راه كبيرة، هاهو كاينة الغيميسة كبيرة. نحاول نوصلو هاد السطل هذا مزيان، شنو نديرو نوصلو. راينا خوت، هاهي الغيميسة، نحاولو نقلعو منها شي. شوفو معايا واحد العكريشة، راهي طريشة، نقولوها طريشة، راه كتزق من وسط. تبارك الله راه كاينة هنايا، اللهم بارك، كبيرة وزينة. خلوكم معانا الخوت، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قداش اللهم بارك، كبيرة. هيا خوت، تبارك الله، ردوا معاه البال خوت، اللي بغى يسهل على راسو يقبض غاش، اللي بغى يسهل على راسو يشد شي عود بحال هذا حيدا بها. هذه راهي شي حاجة، يا سلام، دو الله مبارك،
الله تعالى خوت مازال كنجمعوا الدغيميسه. كبيرة تبارك الله. أهلا الخوت، خلوكم معنا شوفوا إن شاء الله طريقة بحالاش كانوا يأكلوا دغيميسة أو قنفذ البحر. أهلا الخوت، شوفوا معنا إن شاء الله الطريقة ديال بحالاش كانوا يأكلوا دغيميسة. شوفوا معايا الخوت، ها هي نقبضوها بحال هاك، نحاول نحيدوا لها هاد الشوك اللي داير حداها الراس ديالها حدا هاد الحفره. كاين جوج بلايص، هاد القداميه مسدوده وهادي هي الحفره هنايا، ها هي هي هادي اللي كننقوا من هنا. حسنوها غير هي الى ديتها للبر حاول ترد البال مع الشوك، حاول ما تنقيش في بلاصة يدوس فيها بنادم، ولا نقي في شي بلاصة باش تلوحو، راه انه واحد يقد يدق بنادم. راه دوا تبارك الله، اللهم بارك. بالنسبة للناس اللي عندهم الطهار، اللي عندهم البرد، يعانوا من البرد ديال البحار، حتى الناس اللي عندهم برد مأثر عليهم على حساب انجاب ولا شي حاجه، هذه راهي مفيده. اللهم بارك، تسخن زينه دواء، اللهم بارك، محتاج لا دواء فارماسي لا والو، كلشي في البحر تبارك الله. احنا الخوت نقوا مزيان، انا على حساب باش ما يطيح فيها. ها هي غنغسلوها شوي، ها شوفوا معايا هذا الراس، شو معاه شوي، ها هو شتو، نحاولو نجيبو بيه الدورة من هنا، نخبو فيها الماء، نخبو الماء ديالها يكون وسط الماء ديال البحر، يعني وهنايا خاصكم تردوا البال. شوفوا هذه كاع ما سمينا بزاف، حتى هي واخا كبيره سبحان الله ما سمينا. شوفوا معايا راه كاين هذا الشيء، هذا الشيء راه غير كت شوف ها اللي كيتكال فيها، شفتوا هو هاد اللحمه الحمراء هاي هي اللي كتكال، ماشي هذا الشيء الاخضر. ردوا البال الخوت، ها هو حاول يعني يسمينا بزاف. المهم ها هي الحيمه اللي كتكال فيها، نقبلها كاع بصدري، ها هي شتوها، هي هاد الحيمه الحمراء، ها هي غادي بسم الله توكلنا على الله. الله الله الله، عملتها زينه معاك على الملوحة شوي، نحاول نقيها شوي، هاهي هاهي واحد اللحمة أخرى، هاد البلاصة الحمراء هي اللي كتكال فيها، أي سبحان الله ما هو وقتها ما يسمين، المهم هي خاص تعود كبيرة شوي، هاهي هاد الحيمة الحميرة، بسم الله، يا سلام. الملوحية كاع زين عند الملح راضي، أنا خوت الدواء يا سلام، اللهم بارك. شحال واحد ما كيعرفها، هو يعرف القيمة ديالها،
بالنسبه اللي ما بغى يصاوب هنايا راه كتباع، كتباع اما كسكس اما كتباع بالماء ديالها كينباع في لباش. بالنسبه اللي خاص شي حاجه يتواصل معايا نرسلها لخويا على مولانا الله يسخر. رحله موفقه ان شاء الله. تحيات خوت. كنا نكملوا في دغيميسه، كنا نكملوا في دغيميسه، شوف شت لقينا، لقينا واحد اخطبوط هنا كيبان سبحان الله بحال الحجر. شوفوا تقول ما تعرفوا كاع، تقول غير حجره هذا. راه قاعد انا كنلود في دغيميسه هو يبان لي. شوف شوف بحال اش داير. غادي نديروا له واحد التجربه دابا ان شاء الله، الا بغات بغات تحكم فيه. واخا هو صغير، دوك الصغار ديما ما كيكونوش زاعمين بزاف. المهم حنا غادي نجربوا معاه، شوفوا معايا. استعملون واحد البنانة كطعم، شوفوا واش غادي تأثيريه ولا لا. غادي سهل، مازال كي كيتمعن فيها. مبغيش البنانة، ما كتوكلش البنان، عندك المصران. سبحان الله، هو راه أي شي حاجة تأثيريه. هادي ما تسوق لها. المهم ها حنا غادي نعاودوا واحد التجربه ثانيه، غادي نعاودوا واحد التجربه ثانيه ان شاء الله. غادي نصيدوه، غادي نصيدوه بالليمون، حاولوا نصيدوه بالليمون، شوفوا واش غادي يمشي عنده ولا لا. شوفوا معنا واحد كاين اخر هنايا حتى هو صغير، شوفوا معايا هو خارج. غادي نديروا له هذه التجربه، هذه شوفوا واش غتشد معاه ولا لا. والله الا ضرب عليها والله. شو شو وخرج، والله الا تبارك الله يا ودي. هو صيد جديد هذا ديال الليمون، دخل لي الطعيب هاكا قلع من لي ترجع. اي ما تشري والله الا دالي بصحتك، تستاهل تستاهل. ديتي ديتي الليمون، قص لي مع راسك الليمون. نشوف واش غتوكلها ولا غتلوحها. وهذاك زايز اللي كان هنا، لا ماشي هذا، واحد اخر جوج. ايه تبارك الله يا صاحبي، كاين زايز هنا وواحد يلاه داز من هنا كان كيجري على واحد العكريشه راهو تخلف هذاك الغار. وهذا دارنا ليمونه، منين دار الليمونه غنزيدوه بنان حنا، غنتهلاو فيه في الديسير. شوف معايا واحد اخر، شوف تبارك الله اش داير هنا الصغيور مولود. الحصيله خوت، حصيله اللي جاب الله هي الحمد لله موجوده هنا. ربما بعض الاخوان قد يقول لك راه جمعتي بزاف، هذا الشيء راه ماشي بزاف. منين شفتو بحال داك الشيء لداخل لوسطها هذا الشيء يلاه كيعطيك واحد شويه. البحر الحمد لله سرح. المهم غنشوفوا الرياس اش عندهم لهيه. كاين واحد الرئيس كيصيد لهيه القصبه، والاخ الاخر كيصيد الاخطبوط، ونشوفوا الله تعالى تلاقاو مع شي مرينه شي صنور شي زايز كبير ان شاء الله. خلوكم معنا ما تشوفين. تحياتي للجميع على مولانا. شوف سبحان الله كتحرك، شوف شوف شوف
والله شو الحياة سبحان الله. قنفذ البحر او دغيمي شالي خايف قا ها ايش تشوف شات وين وين انا اصلا اربعه المرات سبع او كاين فخ ماشي شي لا شو سبحان الله العظيم هادشي كيفاش داير واكل شي حاجه واكل الرمله هذا واكل الخمله الخمله واكل الخمله هذا الخول احنا دابا بغينا نطعموه باخطبوط صغيور كاين خايف هذا خايف هذا واقيلا صغير بحال هذا عزيز بحال هذا الصغيور هذا اللي كنصيدو به هذا لقيت واحد البياسه اللي كانت كتاكل فيه واحد البياسه كبيره شويه جبدتها وما رديتش ليه البال حتى جبدتها هي حيدتها فاش رجعت نقلب شنو واكله جيت لقيتها سبحان الله العظيم واكله حاطه كانت راكده على هذه البياسه هذه وبابوشه بجوج بجوج كلاتهم سبحان الله العظيم شو شكلات لي كلات لي الطروفه ديال رجلي سبحان الله العظيم هما اللي فيهم المذاق هما اللي فيهم المذاق قلت سبحان الله ها الصنور كيضرب على داك الكرعين ديالو ما كيكونش الصنور انا الرئيس كيكون الصنور هذوك البلايص اللي غارقين شويه ليه فوندو كاين واحد شي فوندو ولا شي مغاير اللي تما شحال من مره كنطيحوا فيه هناك على مولانا لا راه شي بغيت نجربو المغرب كاع غيديرها بينا واقيلا لا ها الرئيس باقي كيشحط كيجرب جران كيجر عليك يا مولانا جيب الله شي بلاغ شي درعي ها الغروب اجواء زينه اللهم بارك خوت كتشوفوا معنا ها البحر احنا مازال كندورو هنايا تبان شي بركه هنا هيا نفوت البحر هنايا الرئيس حمزه الحصيله تبارك الله اللهم بارك واحد الجبياتات زينين غلاض اللهم بارك يقوم مع راسو وحشنا القميله ديال الاخطبوط وجينا اليوم جينا نديو القميله نهرقوها مع راساتنا شويه الحمد لله البحر حدانا كل شيء والله الحمد لله يا ربي جينا دم اللهم بارك يصيد القميله ديالو داكشي اللي قسم الله يديه والله يجعل البركه والحمد لله على كل حال الله يحفظك اودي الرئيس تحياتي الله يحفظك اودي الرئيس خيرت اجواء راه صافي راه المغرب شويه غادي نمشيو ان شاء الله الرئيس عبد العالي احنا الخوت الى هنا تنتهي الرحله ديالنا احنا ماشيين على البحر سرح ولكن دابا بدا جاي يعمر اللهم نهربوا قبل ما يعمر علينا نتمنى ان شاء الله ان تستفادوا معنا في هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش تدعمونا بجيم وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم تحياتي لكم غادي نروحوا دابا العشاوي هذه كنا بغينا على حساب مهمنا من بعد نشرحوا لكم على مولانا الخوت نروحوا مقيس ديالنا المهم بالنسبه للناس اللي بغات توكل تغيميس راه شرحنا لكم الطريقه واللي بغى اللي خاصو شي دغيميسه الماء والله الكسكس ديالها يتواصل معايا وغادي نرسلو ان شاء الله نقول له الثمن ديالو باذن الله تعالى تحياتي للجميع اجواء اللهم بارك احنا الله يسر اللهم نمشو قبل ما يعمر علينا البحر تحياتي الله على الله راجعين الله يسر نتمنى يعود ما كاينش الفوندو ويلا راه كاين الفوندو على غنى شفتو الماء بدا كيتحرك يعني جاي كيعمر
الانسان ديما بحال هاد البلايص اللي كيدخل لهم وفيهم البحر يحاول يرد باله اللي يعمر عليه البحر يحصل واحد راه بغى يجي يقطع ولكن هاد لو قضيه ما مسلكه. بسم الله العائل مزيانين ديما جبنا من العائل ولا داك الصباط هاد البلاصه الفون ديال مشينا معاه شوي كيبان لي الفون نمشيو لهيه ترى بزز قطعنا هاد البلاصه ايه ترى عمنا هنا فوق النص فوق النص الغنا دابا عندنا هاد البلاصه عاوتاني خاصنا نقطعوها بدا يعمر واقيلا البحر المهم نشوف شي بلاصه نتوكل على مولانا ضيميه بدات اللهم يسر هذا الله عطاه رغنا رغنا حنا غير خل فوند الدنيا رغنا مزيان ضروري من عوبة أنا مولي ولا الله يسخر تحية للجميع شوفوا معي الأجواء الأجواء ديال المغرب واعرة بحق الرياس جاب حفرة